قال رئيس الوزراء الأسترالي إنه سيستدعي السفير التركي في كامبيرا لكي يشرح التصريحات التي وصفها بالمسيئة للغاية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب هجوم نيوزيلندا الإرهابي والذي أودي بحياة 50 شخص. ووصف أيضا تصريحات أردوغان بالمتهورة والمشينة. كانت الحكومة النيوزيلندية استبقت وانتقدت أردوغان لعرضه مشاهد الهجوم خلال اللقاءات الجماهيرية والتي يعقدها في إطار حملته الترويجية للانتخابات المحلية المقبلة.